هذا حياتها، هذا حياة الشعب الغزي. دموع تصف المعاناة الكبيرة لأهل غزة، ووجوه هؤلاء الأطفال تحكي لنا أحلامهم التي باتت حبيسة تلك النوافذ الضيقة بعدما ضاقت بهم الأرض من جراء القصف الإسرائيلي على منازلهم ومساكنهم. مئات آلاف الفارين من صواريخ إسرائيل نزحوا لمدارس الأونروا بغزة في ظل أوضاع مأساوية. الوضع المعيشي هنا صعب جدا في الوكالة، يعني لا يوجد لا ميلة شرب ولا ميلة حمامات ولا أي حاجة. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تقول إن عدد النازحين بقطاع غزة ارتفع لنحو 200,000 شخص منذ بدء الحرب، يقيمون في 83 مدرسة تابعة لها، متوقعة زيادة العدد لأكثر بكثير بسبب استمرار القصف والدمار. احنا مجبرين نتحرك نجيب اكلنا وشربنا من غاز كمان، يعني اليوم احنا قاعدين هنا بس ايش بدون امان، حتى بقص الابراج اللي حوالينا، البرج بنزل كل الشظايا والحجار بتاعت الابراج بتلاقى فطت علينا واحنا قاعدين هنا. يعني كانوا يضربوا الابراج اول امبارح وقبله، يعني عارفين انه يقولوا تحذير يحذروا، لا يضربوا بالسكان اللي فيه. الملاجئ اغلبها مكتظه ومياه الشرب فيها قليلة جداً، والخبز يتم توزيعه عليهم بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي. أوضاع صعبة لهؤلاء النازحين من كل النواحي. ما فيش أمان أصلاً، لا في البيت ولا هان كمان، فيش أمان.